أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك
ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لله الحمد أولا وأخيرا أن مكننا في هذه الجلسة المباركة التي نرجو أن تحفها الملائكة، فإنها جلسة ذكر وجلسة علم وجلسة دعاء. وفقنا لقراءة القرآن الكريم في ختمات عدة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونختمها بما معنا من مشايخ القراء، ثم ندعو أن يهب مثل ثوابها وثواب ما قرأنا إلى أرواح قد لحقت بالرفيق الأعلى وسبقتنا إلى دار الحق. ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالدرجات العالية وبالغفران التام وبالرحمة العامة وبكرم الله سبحانه وتعالى، وأن يلحقنا بهم على الإيمان وكمال الإسلام. وسبب ذلك في الأصل أن انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة شيخ الطريقة الدسوقية الشيخ أكرم عقيل مظهر. وهذا يوم يذكرنا بالسيد فاضل الذي سمي هذا المسجد باسمه، فقد انتقل إلى رحمة الله في مثل هذا اليوم. فمن موافقات القدر وموافقات ربنا سبحانه وتعالى أن ذكرنا بالطيبين وبالصالحين. وكذلك التحق إلى ربه في مثل تلك الأيام شاب عزيز علينا، وهو حسين الجداوي، كما التحق إلى ربنا سبحانه وتعالى منذ أيام
الشيخ عبد الفتاح الحسين الشيخ والشيخ رمضان عبد الودود والسيدة زلفة بنت السيد عباس الدين الذي كان محبا لرسول الله وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محبا لمصر ولأهل مصر ولأهل البيت الكرام. ومن شعره أصل النبي بيحبنا اكمني بنته عندنا. بنت عباس الديب انتقلت إلى الرفيق الأعلى السيدة زلفة، وعديد من إخواننا ومن آبائنا ومن مشايخنا ومن لهم الحق علينا. فنبدأ في ختم هذه الختمة الشريفة، ثم بعد ذلك ندعو إلى أرواح هؤلاء الطاهرين السابقين لنا ربنا، ندعو لهم بالخير فينالنا شيء من بركاتهم وثوابهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يتقبل منا وأن يخلفنا فيهم خيرا. نجتمع على كتاب الله ونفترق على كتاب الله. اختم جماعة أول الضحى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم تشترك معهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا
الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لجهود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الله أكبر.
أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا، فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا نحن في حاجة إلى رحمتك، ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فهب مسيئنا إلى محسننا، واغفر لنا جملة واحدة. اللهم اجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وتقبله منا يا أرحم الراحمين. انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم يا رب العالمين اشرح صدورنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واقض حوائجنا. اللهم يا أرحم الراحمين لا نعبد إلا إياك، ولا نعرف ربا سواك. فاللهم يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبنبيك الكريم وبقرآنك العظيم. اللهم قنا شر الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، ويسر حالنا. اللهم إنا يا رب العالمين نعوذ بك من البلاء ومن الغلاء ومن الوباء، واجعل هذا البلد آمناً دار أمن وإيمان وسلم وإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا رب العالمين. يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك. فاللهم يا ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك بكرمك وبرحمتك وبعفوك وبجمالك يا جميل يا جليل يا كامل الأوصاف، نسألك اللهم أن تسترنا في الدنيا والآخرة.
اللهم يا رب العالمين تقبل منا وهب مثل ما قرأنا من ثواب يا رب العالمين إلى روح الشيخ أكرم عقيل مظهر، وإلى السيد فاضل، وإلى حسين الجداوي، وإلى مشايخنا ومن انتقل من آبائنا وأجدادنا وأصحاب الحقوق علينا، وألحقنا بهم على الإسلام وكمال الإيمان. اللهم يا ربنا أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، شفعهم فينا يوم القيامة، واحشرنا جميعا تحت لواء نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء من حوضه الكريم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا جميعا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم يا رب العالمين نحن في حاجة إليك ولست في حاجة إلينا، فاللهم يا ربنا افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا. حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب، نسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا رب نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين تقبل منا واعصمنا من المعاصي ومن الانحراف، نحن وأبنائنا وأحفادنا وأزواجنا، اللهم وجيراننا وأصحابنا. اللهم يا رب العالمين انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. اللهم يا رب العالمين تقبل منا وسلي قلوبنا وأنزل السكينة عليها، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين، سدد دين المديونين، وانصر المظلومين، ويسر أمور المتعسرين. اللهم يا أرحم الراحمين رد غائبنا. اللهم يا رب العالمين جازي عنا من ضحى بحياته من أجلنا. اللهم يا رب العالمين كل ضحية سقطت في الفتن فاغفر لها ذنوبها واحشرها عندك يا رب العالمين في كرمك وعفوك ورضاك، فأنت الرب الكريم، ننتظر منك العفو والعافية والغفران والرحمة يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم يا رب العالمين نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واستجب دعاءنا، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، هب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة. يا رب ثبتنا على الإيمان وأحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. يا رب فهمنا مرادك من دينك، وبلغ بنا دينك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب لا نسأل إلا إياك فاغفر لنا ذنوبنا، يا رب لا نسأل إلا إياك فتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين تقبل منا طاعتنا واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، ويسر ولا تعسر. اللهم إنك كريم، ونحن جئنا نعترف بذنوبنا ونفعل الخير الذي أمرتنا به ونتمسك بحبلك الوثيق. اللهم يا رب العالمين خفف عنا
وخفف عن هذه البلاد. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب هذا الشعب الكريم. اللهم يا رب العالمين يسر أمورهم وارزقهم رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. يا رب هب ثواب ما قرأناه لروح الشيخ أكرم عقيل مظهر وروح الشيخ ابننا فاضل وابننا حسين وإلى مشايخنا وإلى أحبائنا وإلى أصحاب الحقوق علينا وإلى والدينا. اللهم يا رب تقبل منا، اللهم 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 تقبل منا. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. نختم إن شاء الله بالأسماء الحسنى وبآية من القرآن الكريم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المنقيب العزيز الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الآخر الظاهر الباطن الحكيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وجدك النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناءً.